طرت خارج نسخر موالين الدار جاي السوبين لوقيتي اللي جاي انايا كانوا بوليسي في الرومبا صفر عليا سمعت الصفاره تميت غالي بموتور ديالي خرج ليا بوليسي مشتوش انا يخرج ليا ضربني بعصيه ديال البوليس طحت انايا لوقيتي اللي طحت هو ما جاش عندي قال لي اسمح لي ولا طلب مني شي حاجه مشى بحال انا يضرب شي واحد شي مضرب شي حشاره طاحت لوقيت اللي جاوا المواطنين فيقوني باش فقت من الغيبوبه نط مشيت عنده قلت لي علاش ضربتيني شنو قال لي انا ما ضربتك ما والو دي موطورك سير بحالاتك ما ضربتك ما والو اول مواطن جا هضر وبقيت انا تنهضر فهمتيني كانت واحد الحاله الدم تيهبط مني من هنايا الضربه هي هنايا فيدير عمليه في راسي انايا جاوا المواطنين بقيت انا ناعس المهم مابقاش نقدر نتحرك مع الدم نزفت من الدم فقدت التوازن ديالي جاو المواطنين جاو المحسنين جاو الناس مسؤولين بقاو يهضروا بلاصتي انا حيت شافوا ديك الحاله اللي انا فيها والناس اللي شافوا ديك المنظر من الاول حتى الاخر هما اللي حضروا راه هما اللي شافوا كلشي هنايا راه كلشي مصور في فيديوهات انا راك طايح في الارض شي شتو شي ما شتوش هادشي اللي كاين اخويا نضيف هذاك البوليسي راه تعدى عليا يعني بحال حسبني انا مشي بشر حسبني حيوان ضربني طحت بحال ما كاين حتى شي حاجه بحال هو عنده السلطه انا حيوان انا مواطن هو امن هو خصو يحميني لا ضربني بالحق مشي لا وديت الكاسك انا ما دايرش الكاسك كان يوقفني ونوقف ويدير لي الموتور الفوريه ماشي مشكل ولكن باش يضربني ماتراكس الراس انا داير عمليه على راسي ما يضربنيش انا الشرطي ما سمحش ليه غنتابعو في حقي ما يضربنيش سيدنا تيقول المسؤولين انتم في خدمه المواطن بالحق بالعدل ماشي بالظلم والعدوانيه انا ما يحقرنيش انا هو راه تلقى عنده خوتو وعنده والديه هو راه ود عائله الا ما كانش عنده عائله راه جا حقرني انا شنو تبان لي انا حشره ما يضربنيش هادشي اللي تنطالب ما نسمحش لهذاك البوليسي في حقي.